اهلا بكل متابعينا في حلقه جديده من كورس امبيدد سيستمز. ان شاء الله النهارده هناخد الاوتوماتيك دريل سيستم. طبعا عشان تسمع حلقه النهارده لازم تبقى سامع حلقتين الدي سي موتور، اول حلقه خاصه بالسنجل دايركشن والدرايفر بتاعه، والحلقه الثانيه التو دايركشن والدرايفر بتاعه. هتلقى الحلقتين في حرف اي على اليمين هنا او على الشمال هنا، اسمعهم الاول قبل ما تسمع حلقه النهارده. معنا البرنامج الثالث وهو اوتوماتيك دريل سيستم، الحفار الاوتوماتيك او المسكاب الاوتوماتيك. بيبقى عندنا هنا ده جسم المعده، عندنا في ستارت ستوب للمنظومه، عندنا سنسور بيحس بالمشغوله، عندنا هنا في جسم مثبت عليه الموتور اللي فيه البنطه اللي بتعمل ثقب في المشغوله، يبقى ده الموتور الخاص اللي بيعمل ثقب في المشغوله، ده كونستانت سبيد موتور سرعته ثابته. طبعا الجسم ده عشان اطلعه وانزله مثبت فيه موتور تاني، الموتور ده خاص بتحريك الموتور بتاع البنطة لفوق ولتحت. هنفترض ان الجسم مثبت في البداية فوق عند الليمت سويتش اسمه S1. لو كان الجسم ده في اي مكان غير S1 لازم في البداية بطلعه لفوق، يبقى الجسم ده لو كان في اي مكان تحت غير S1 انا بطلعه في البداية فوق في الانيشاليزيشن. بعد ما بيبقى عندي في الانيشاليزيشن بضغط على ستارت، بعدها مباشرة لو السنسور بتاع المشغولة حاسس يبقى فيه مشغول، يبقى ابتدي اشغل الموتور بتاع الجسم اللي هنا بتاع البادي هنا. الموتور ده هنزله بسرعة عالية، هنزله بسرعة عالية لغاية فين؟ لغاية ما S2 يحس. يبقى الجسم ده او الموتور ده هينزل الجسم ده بسرعة عالية لغاية ما S2 مين؟ يحس. S2 عندي اول ما يحس اللي بيحصل معناها ان انت البنطة دي على بداية سطح المشغولة. يبقى لما الجسم ده يجي قبال S2 يبقى دي اول ما تيجي قبال S2 هنا، يبقى البنطه اللي هنا دي على بدايه سطح المشغول. يبقى في البدايه انا كنت منزل الجسم ده من S1 لS2 بسرعه عاليه، يبقى الموتور ده هينزل بسرعه عاليه من S1 لS2. اول ما اوصل S2 البنطه دي هتيجي على سطح المشغوله، يبقى وقتها اخلي الجسم ده ينزل ببطء من S2 لS3، من S2 لS3 هينزل ببطء بنفس اتجاه الحركه، مش هغير حركته. وقتها البنطة هتكون شغالة من S2، يبقى عند S2 البنطة هتبقى شغالة لغاية S3. S3 ده أول ما يحس أو الجسم ده يوصل S3 معناها إن أنت وصلت لنهاية المشغول، يبقى أنا وصلت لنهاية المشغولة، يبقى كده أنا عملت ثقب في المشغول، يبقى كده المهمة انتهى. يبقى أعمل إيه؟ هيبقى الجسم وقتها عند S3، أروح أنا راجع بسرعة عالية من S3 لS1 عشان أرجع الجسم ده في وضع الابتدائي بتاعه، وطبعا وقتها هفصل مين؟ الموتور بتاع البمب او الموتور اللي هيشغل البمب. يبقى نقول تاني عندنا ستارت ستوب، هنضغط على ستارت، ستارت بعدها مباشره لازم السنسور بتاع المشغول يبقى حاسس. اول ما يبقى حاسس هنفترض ان الجسم في وضع ابتدائي فوق عند S1، لو ما كانش عند S1 لازم انت تطلعه عند S1 قبل ما تضغط ستارت. وقتها مباشره لو ده حس هيبتدي الموتور المثبت في الجسم اللي هو اسمه تي او الموتور تي، هيحرك الجسم عندي بالموتور بتاع البنطه من S1 لS2 بسرعه عاليه، يبقى هينزله من S1 لS2 في الاتجاه ده بسرعه عاليه. وقتها تبقى البنطه عند بدايه سطح المشغول. اول ما تبقى عند بدايه سطح المشغوله بعمل ايه؟ بشغل البنطه ومن S2 هينزل لغايه S3. S2 دي معناها بدايه سطح المشغول، هينزل بسرعه اقل، لو سبيد، يبقى هينزل في نفس اتجاه حركته اللي فاتت، هينزل بسرعه اقل، يبقى انا غيرت السرعه بقيت S3. S3 دي معناها نهايه سطح المشغول، يعني المسافه من S2 S3 يديك ارتفاع المشغوله كام. لغايه ما يوصل لS3 مباشره بعدها اعكس اتجاه حركه الموتور اللي اسمه تي ده عشان يطلع بسرعه عاليه من S3 لS1. يبقى تي هيعكس اتجاهه بسرعه عاليه من S3 لS1. اول ما اوصل لفوق هفصل الموتور بتاع البنطه. طب ليه بترجع بسرعه عاليه؟ عشان لو كان في رايش في الثقب البنطه دي تطلعه وهي راجعه بسرعه عاليه. اول ما بسحب البنطه بسرعه عاليه لفوق لو في رايش في الثقب بطلع، وهيستنى تكرار العمليه. تكرار العمليه هنا ايه؟ ان انا السنسور بتاع المشغول يحس، وقتها ابدا اكرر العمليه تاني، لكن ستارت ده في البدايه فقط بس. طبعا البنطه دي بيقول لك ان اخرها 1000 مشغوله، يعني البنطه دي هتعمل ثقب في 1000 مشغول. بعد ال 1000 مباشره البزر بيشتغل. ليه؟ عشان يجي اليوزر يغير البنطه ويحط بنطه جديده. لازم نخلي بالنا ان الموتور ده شغال بسرعه ثابته وفي اتجاه واحد، ده ما فيهوش مشكله في الدرايف. المشكله في الموتور ده ان هو من S1 لS2 بينزل بسرعه عاليه، من S2 لS3 بينزل بسرعه منخفضه، يبقى كده انا غيرت سرعته. من S3 لS1 بيعكس حركته بسرعه عاليه، يبقى هو هنا بيعكس حركته وبيغير سرعته. تعال نشوف ازاي نعمل الكلام ده. طبعا احنا خدنا ازاي اعكس اتجاه الموتور باستخدام 2 ريلي، وقلنا دي تغذيه الريلي
اهو هنا، وباخد تغذيه الريلي التاني. الكلام ده اتشرح طبعا في حلقه مين، التو دايركشن ترانزستور ريلي موتور درايفر. ودي تغذيه مين الريلي، وكل ريلي هنا او كل كويل متواصل مع ترانزستور مع مقاومه هنا مع مقاومه هنا، وباجي باخد النقطتين المقفولين دول مع بعض واوصلهم ارضي، النقطتين المفتوحين بوصلهم مع بعض بالباور، واجي الكومن اللي من هنا مع الكومن اللي هنا واوصل الموتور ما بين ده في حاله عكس اتجاه حركه الموتور فقط. طب انا عايز اعكس حركته وغير سرعته، هو طبعا في طريقه سهله ان انا ممكن استخدم ايه، البلس ويدث موديوليشن. فانا لسه ما شرحتش البلس ويدث موديوليشن نشتغل عليها ازاي باستخدام الريلي بار. طبعا الموتور لما يقول لك عندي موتور 12 فولت وليكن، لما طبق عليه 12 فولت كده بيشتغل بالماكسيمم سبيد بتاعه. طب لو انا طبقت عليه 6 فولت يبقى هيشتغل بنص سرعه. تاني الموتور لو قال لك عندك موتور 12 لو طبقت عليه 12 يبقى بيشتغل بالماكسيمم سبيد اقصى سرعه، لما طبق عليه نص الفولت اللي هو محتاجه يشتغل بنص سرعه، لو طبقت عليه ربع الفولت اللي هو محتاجه يشتغل بربع سرعته، وهكذا. فانا هعمل ايه، انا هلعب في ناحيه التغذيه، يبقى هلعب في التغذيه مش هطبق عليه ال 12 كلها لو انا عايز اقلل سرعته. هنفترض عندنا الموتور اهو ب 12 وليكن هو قايل لك في المثال 12، لو قال لك 24 تكتب 24. هنستخدم هنا 3 ريلي، 2 ريلي عشان اعكس الاتجاه، وريلي عشان اغير السرعه، وريلي عشان اغير السرعه. تعالوا نشوف مع بعض، ركز معايا كده. الاولاني اللي بره ادي الكومن مع الكومن، وادي الموتور، النقطه المقفوله من هنا، النقطه المقفوله من هنا، وادي النقطه المقفوله من هنا، المفروض كانوا بيتواصلوا مع بعض بالارض، والنقطه المفتوحه من هنا، النقطة المفتوحة من هنا بوصل عليها ال 12 فولت، دي هنا ال 12 فولت كاملة. ما انساش كمان الكويل بتاع الريلي التالت، كويل الريلي التاني، كويل الريلي الأول، التلاتة متوصلين فوق مع بعض بمين؟ بتغذية الكويل بيبقى 5 فولت عالي، وكل كويل معاه دايود فري ويلنج دايود، ومعاه ترانزستور طبعا متوصل بالأرضي. ما انساش هنا على البيز أحط مقاومة 1 كيلو، هنا 1 كيلو، هنا 1 كيلو، أنا ناسيها في الرسم مش أكتر. اتفقنا هنا بوصل دي مع دي بالأرضي، لا ده في جزء في النص الضاف اللي هو الريلي التاني. تعال نشوف الريلي التاني، النقطة المقفولة دي بتعدي من هنا بتروح للكومن، من الكومن على النقطة المقفولة للنقطة دي للأرضي. يبقى انا عملت حاجه؟ لا، لان المسار ده اهو كنت طبيعي بوصله بالارضي، وفعلا عن طريق النقطه المقفوله من هنا وصل بالارضي. طب النقطه اللي مفتوحه من هنا اوصلها بايه؟ اوصلها ب 6 فولت، يبقى اللي فوق دي اوصلها ب 12، اللي تحت دي اوصلها ب 6 فولت. ما انساش ان تغذيه الكويل بتبقى مع تغذيه الكويل الاولاني 5 فولت. تعال مع بعض كده، انا هطبق الاول 5 فولت، يبقى تاني هطبق 5 فولت على الترانزستور ده وافصل ده وده، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى ده اون وده هيبقى اوف وده اوف. تعال مع بعض نشوف كده، لما يبقى ده اون يبقى الريشة اللي هنا دي تعمل ايه؟ تغير نقاط التوصيل بتاعتها، المفتوحة تقفل والمقفولة تفتح، هيمر التيار هنا في الكويل زي ما انتم شايفين للأرضي، وقتها قلنا الريش دي مين؟ هتغير نقاط التلامس بتاعتها زي ما انتم شايفين. وقتها هيجي التيار ازاي؟ بصوا كده في الرسم، التيار هيجي من هنا، لا هيلاقي دي مفتوحة، التغذية اللي هي دي 12 طبعا. طب التغذيه الست يا ترى هتمر من هنا؟ لا دي مفتوحه، يبقى ال 12 هتمر كده، هتروح للنقطه المقفوله دي اللي غيرت اتجاه، تروح للموتور تكمل تطلع للفلوس ده في الحاله الاولانيه لان ده مفصول ما مشتغلش، وهكذا ترجع للنقطه المقفوله هنا للارض. يبقى وقتها التيار يمر كده فالموتور يلف في الاتجاه ده، اسمه هاي سبيد. ليه هاي سبيد؟ لان انت طبع عليه ال 12 كلها هنا، وهسمي الحاله دي اب فاست. اب فاست يعني بيطلع بسرعه عاليه، بيطلع بسرعه عاليه، هسميها اب فاست يعني هو اتجاهه كده ناحيه الشمال بس بالماكسيمم فولت، يبقى ماكسيمم سبيد عندي. هروح للحاله الثانيه، الحاله الثانيه ان انا هحط 5 فولت هنا هيبقى داون، وهفصل الباقيين، ايه اللي هيحصل؟ هيمر التيار في الكويل الاولاني لانه ده هيبقى شغال، نقاط التلامس دي مالها؟ هتغير اتجاهها زي ما انتم شايفين، لما تغير اتجاهها ايه اللي هيحصل؟ تعال مع بعض، هل ال 6 فولت دي هتمر هنا؟ لا ده مش هيشتغل، هل ال 12 هتمر من هنا؟ لا لان المسار ده مفتوح. طب ال 12 هتمر من فين؟ من النقطة دي اللي غيرت اتجاهها زي ما انتم شايفين في الموتور للأرض، يبقى اتجاه التيار المرة دي من الشمال لليمين، يبقى الموتور هيلف ناحية اليمين بالهاي سبيد لأن مطبق عليه 12 فولت وقتها. يبقى أولاً لو كنت أنا مسميه أب فاست يعني بيطلع بسرعة عالية، يبقى ده هيعمل إيه؟ داون فاست، ينزل بسرعة عالية، ينزل بسرعة عالية زي ما انتم شايفين لأنه عكس اتجاهه. روح للحالة التالتة، الحالة التالتة بتقول لي إيه؟ إن أنا هشغل في النص ده، يبقى الأولاني والتالت هيبقى مفصول، هشغل في النص، لما أنا أشغل في النص إيه اللي هيحصل؟ التيار هيمر في الكويل اللي في النص، وقتها نقاط التلامس دي هتغير وضعها، لما تغير وضعها ايه اللي يحصل؟ ركز معايا كده، ال 12 فولت هتيجي من هنا تلقى المسار ده مفتوح، ال 12 فولت تيجي من هنا تلقى المسار ده مفتوح، يبقى ال 12 فولت هنا ملهاش لازمه، كانها مش متوصله. تعال مع بعض كده، هنلقى ال 6 فولت اللي انت حاططها اللي هو يدور بنص سرعته دي اللي اتوصلت هنا، بص كده هي دي اللي اتوصلت، يبقى ال 6 فولت هتعدي كده، تعدي كده، تعدي من هنا، هتروح لمين؟ للارض، يبقى هيمر في نفس الاتجاه الاولاني. اللي هو كان ايه؟ كان داون، الاتجاه الاولاني يعني الاتجاه ده هو نفس الاتجاه الاول، انا كنت الاول مسميه داون، فده برضه هيبقى داون،
بس داون سلو. ليه؟ لان هتطبق وقتها عليه 6 فولت وليس 12، فهو هيمر في نفس الاتجاه اللي فات اللي هو هينزل بس بسرعه منخفضه. يبقى تاني، يبقى ده هيشغل الموتور يخليه اب بسرعه عاليه، ده هيخليه داون بسرعه عاليه، اما ده هيخليه داون بمين؟ بلو سبيد. اتمنى يكون الشرح واضح. تعال مع بعض كده نشوف الحاجات اللي انا محتاجها في دريل سيستم بتاعنا. هنا دي الرسمه اللي انا شرحتها، يبقى ده الاب فاست وادي المقاومه 1 كيلو، وده الداون فاست وده مين؟ الداون سلو. خلي بالك الداون فاست والاب فاست الاثنين عكس بعض، يعني ده بينزله بسرعه عاليه وده بيطلعه بسرعه عاليه بنفس السرعه، ده بينزل سرعه عاليه وده يطلع بسرعه عاليه، عشان كده بين الاثنين كومن هو اللي بيبقى عليهم الموتور، لان الاثنين دول مختصين بعكس حركه الموتور بنفس السرعه، لان نفس مين؟ التغذيه. اما ده هو المختص بتغيير سرعه الموتور، وعشان دي متوصله بالكلوزد الاولانيه فهيبقى الاتجاه ده هو نفس الاتجاه الاولاني، يبقى الاتجاه ده هو نفس الاتجاه ده، تمام؟ بس سرعته المره دي هتبقى ايه؟ بالفولت اللي هنا، لو انت حاطط 6 فولت هيمر او هيدور بنص سرعته، لو حاطط هنا 3 فولت هيدور بربع سرعته. طبعا هنا الموتور انا حاطط 24 فولت، خلي بالك 24 يعني المفروض هنا احط كام؟ 12. انا في الرسم هنا غيرته خليته 24، يبقى هنا تحط 12 لو انت عايز نص السرعه. ده الموتور مين؟ اللي هو تي، يبقى ده الموتور الخاص بتحريك جسم اللي مثبت فيه الدريل موتور. دريل موتور موتور طبيعي خالص سهل جدا، الدرايفر بتاعه بيبقى كويل ونقطه مفتوحه دي اللي بوصل عليها التغذيه، والنقطه الثانيه موتور للارض. والبزر نفس الفكره، نفس فكره الموتور الاولاني. هيبقى عندي هنا 5 سويتشات، سويتش الخاص بستارت بيبقى بول داون، عندي الورك بيس اللي هو بول داون، وعندي اس 1 واس 2 واس 3 بول داون، كلهم طبعا كله بول داون، ما انساش الماستر كلير عندي. نروح للبرنامج. طبعا انا عشان اوفر في البرنامج ويبقى الكود مفهوم استخدمت هاش ديفاين، قلت بي 0 اللي هنا ده عباره عن الستارت، الريست طبعا على الماستر كلير او الستوب على الماستر كلير، قلت ان بي 1 عباره عن اس 1 بي 2 اس 2 بي 3 اس 3 بي 4 اللي هو الورك بيس، معنى سي 0 داون فاست وسي 1 داون سلو وسي 2 اب فاست، وما انساش ام 2 على سي 3 والبزر على سي 4. هروح للفويد مين. الفويد مين احنا قلنا ايه؟ قلنا ان جسم الجسم اللي هنا ده او الموتور المثبت في الجسم، لو الجسم ده في اي مكان غير اس 1 لازم اطلعه في البدايه، يبقى انا اول حاجه في البدايه اعمل تشيك على اس 1، هل اس 1 حاسس ولا لا؟ اعمل تشيك ازاي؟ طبعا قبل ما اعمل تشيك لازم اعرف مين التريس عندي، سي بيساوي 0 وبورت سي بيساوي 0، لان سي عندي كاوت، سي عندي كاوت، وهعرف البي عندي 5 انبوت اهو، وقلت بورت بي بيساوي 0. اول حاجه احنا قلنا هنعمل تشيك على اس 1، هنقول له وايل اس 1 بيساوي 0، طول ما ده بيساوي 0 يعني مش حاسس. ايه معناها مش حاسس؟ معناها ان الجسم ده موجود في اي مكان غير اس 1، يعني الجسم اللي هنا ده موجود في اي مكان غير اس 1، فبقول له وايل طول ما اس 1 بيساوي 0، يعني طول ما قيمته ب 0 يبقى الجسم ده في اي حته ثانيه، هقول له اب فاست بيساوي 1، طلع الجسم ده لفوق، يبقى اقول له اب فاست مين؟ بيساوي 1. طبعا انا فاتح قوسين هنا، يعني طول ما ده مش حاسس طلع الاب فاست خليك بواحد دايما لغايه ما ده يحس، اول ما ده يبقى بواحد خلاص يعني معناها الجسم ده طلع وبقى اس 1 واس 1 حس، فاس 1 اول ما تحس اللي يحصل مباشره هيسيب هوايل، واروح اقول له تحت اب فاست بيساوي 0، افصل الاب فاست. يبقى كده انا عملت انشاليزيشن للمين؟ للدريل بتاعتي، ان هو فوق في حاله الانيشيا او الوضع الافتراضي. هروح بعد كده هقول له، هسال على الستارت، اقول له هوايل ستارت اندر سكور سويتش بيساوي 0، طول ما هو مش حاسس خليك واقف. طبعا اول ما يحس بعد الستارت سويتش مباشره خلي بورت سي بيساوي 0، يعني اطفي كل حاجه. هسال على مين؟ على الورك بيس. الورك بيس طول ما هو بيساوي 0 خليك واقف. طب اول ما يحس اللي يحصل انزل بسرعه عاليه، اعمل داون مين؟ فاست بيساوي 1. يبقى الورك بيس طول ما هو مش حاسس خليك واقف، اول ما يحس اعمل ايه؟ انزل بسرعه عاليه، انزل بسرعه عاليه لغايه مين؟ اس 2 ما يحس. بس انت وبتنزل بسرعه عاليه وانا فوق كده هنزل بسرعه عاليه، وما انساش اشغل الموتور ام 2، ام 2 اللي هو الموتور بتاع البومطه ده، موتور البومطه هنا ده اسمه ام 2، هشغله معايا، يبقى هشغل الداون فاست وام 2، هقول له وايل اس 2 بيساوي 0، طول ما اس 2 مش حاسه خليك واقف، اول ما تحس اعمل ايه؟ داون فاست بيساوي 0، افصل الداون فاست بيساوي 0، افصله، وبعد كده اشغل مين؟ الداون سلو، يعني من اس 2 لاس 3 انزل بسرعه منخفضه، انزل بسرعه منخفضه يبقى داون مين؟ سلو، يبقى اقول له داون سلو بيساوي 1، لغايه ما اس 3 تحس، اس 3 لو حست يبقى اس 3 طول ما هي مش حاسه خليك واقف، اول ما تحس اللي يحصل اعمل الداون سلو بيساوي 0، افصل الداون سلو، افصله، هشغل مين دلوقتي؟ الاب فاست، فما ينفعش اعكس حركه الموتور مباشره، استنى على الاقل اعمل ديلي، انا عملت ديلي اندر سكور ملي سكند 100 ملي، طبعا زمن حلو جدا ومناسب، هقول له
مباشرة اعمل ايه؟ اب فاست بيسوح، اطلع بسرعة عالية لغاية مين ما يحس، لغاية ما اس واحد بيحس. عشان كده هقول له طول ما اس واحد مش حاسس خليك واقف. واقف دي مش معناها واقف في موقف الموتور، لا معناها واقف في الخطوة دي، يعني البروسيسور واقف عند الخطوة دي. طول ما ده مش حاسس خليك واقف. اول ما يحس اعمل ايه؟ هفصل حاجتين، الاب فاست هفصله لان هو اللي كان شغال، وما انساش ام 2 افصله لان هو كان شغال فوق، ام 2 افصله. تمام. البرنامج ده هيتكرر لغايه امتى؟ احنا اتفقنا ان العمليه دي هتتكرر ل 1000 مشغول. بعد ال 1000 مباشره البازر ده يشتغل عشان يخلي اليوزر يجي يغير مين؟ البامبر. فاقول له هنا فور كاونت بيساوي 0، كاونت اقل من 1000، طبعا من 0 اقل من 1000 يعني 999، من 0 ل 999 يعني عددهم 1000. او ممكن تقول كاونت اقل او يساوي 999، طبعا كاونت بلس بلس في كل مره. وقفلت القوس هنا فوق وتحت. ما انساش اعرف مين كاونت، هقول له كاونت الانيشال بتاعه 0، نوع انسايند انت، ما ينفعش انسايند كاركتر، كاركتر اخرها 255، فلازم يبقى انسايند انت لان انت تقريبا 65535. طبعا كرر العمليه دي كام؟ 1000 مره. طب بعد ال 1000 هيدخل جوه فور تاني؟ لا هيطلع بره فور، يعني بعد ال 1000 هيطلع بره فور كده. اول ما يطلع بره فور مباشره اروح اشغل مين؟ البزر. يبقى اقول له البزر بيساوي مين؟ 1. يبقى بعد البزر مباشره هيوقف على القوس ده، هيطلع مين؟ خلاص من الكود، انهى المهمه بتاع الكود. لانه اقول له جو تو انيشال، فين انيشال دي؟ قدام الستارت. يبقى الانيشال عندي جو تو انيشال، انيشال قدام مين؟ اللي هو بيعمل تشيك على الستارت عشان ارجعه مره تانية. لو انت ما عملتش الخطوه دي بعد ما يشغل البزر هيروح ينهي الكود هنا، ينهي الكود مش هيستجيب لاي حاجه تاني لان القوس ده قفل الفويد مين. تمام. فانا عايز ارجعه تاني اكني بعمل هوايل واحد او اندي ليس لوب، هرجعه تاني اقول له جو تو انيشال، ارجع تاني تشيك هل هو ضغط على الستارت سويتش ولا لا. تمام. اول ما يضغط على الستارت سويتش المره بعد 1000، خلي بالك يسال على السؤال ده بعد 1000 مره من المشغوله، يعني اثناء هو بينفذ ال 1000 مشغوله مش هيسال، لا ده مباشره يسال على السنسور بتاع المشغوله ويبتدي ينفذ. لكن بعد ال 1000 يرجع تاني يسال لان هيبقى موقف المنظومه، يسال هل انت ضغطت على الستارت ولا لا. تمام. تعال مع بعض كده نروح للبروتس. طبعا انا حطيت لك الرسمه هنا عشان تبقى واضحه. تعال نشغل كده نركز مع بعض. هنلقى الموتور هنا اشتغل في البدايه، هتلقى الموتور شغال في البدايه اهو زي ما انتم شايفين كده. ليه؟ لان اس 1 مش حاسس. فاس 1 مش حاسس معناها ان الجسم ده في اي مكان غير اس 1، يعني هو مش واقف قدام اس 1، فعشان كده هتلقى ده شغال، شغال في الاتجاه ده، معناها بيعمل اب مين فاست، بيطلع بسرعه عاليه اهو. ده اللي شغال اهو، بيطلع اب فاست، وهتلقى الريشه دي ملقطه لان اس 1 مش حاسس. فهقول له لما اس 1 تبقى حاسه يبقى كده ايه؟ وقف الموتور، لان هو كده معناها مين؟ ان هو واقف قدام اس 1 خلاص. طبعا مين؟ ارفع ايدي هنا. هعمل ايه في البدايه؟ انا هضغط على ستارت اول مره. تمام. ضغط على ستارت مفيش اي حاجه اشتغلت، لا ده هنستنى السنسور بتاع المشغوله، هيلقى السنسور المشغوله حس يبقى فيه مشغوله اهو، هيحس هنا هيعمل ايه؟ داون فاست. هتلقى داون فاست هي اللي اشتغلت اهي باللون الاحمر، وهتلقى اتجاه الموتور اتعكس ناحيه الشمال، يبقى هينزل بسرعه عاليه. وما تنساش كمان هتلقى ام 2 اشتغلت معاك في البدايه. هي الكلام ده لغايه ما مين يحس؟ لغايه ما اس 2 تحس. اول ما اس 2 تحس ايه اللي يحصل؟ بصوا كده، هتلقى الداون فاست فصل، شغل الداون سلو، الداون سلو اشتغلت اهي، هتلقى الموتور في نفس اتجاه الحركه الاولاني بيكمل ان هو ينزل لتحت بس بسرعه اقل، هتلقى سرعته منخفضه شويه زي ما انتم شايفين، وهتلقى ما زال ام 2 شغال. طبعا هو في تبطيء في الحركه بسبب ان انا بسجل. طيب لغايه مين ما يحس بعد كده؟ هيتنقل من اس 2 لاس 3. لغايه ما اس 3 تحس، اس 3 حست شغل مين؟ الاب فاست. اول ما اس 3 حست يعني هو وصل لنهايه المشغوله، يطلع بسرعه عاليه. مين اللي حس؟ اس 1. لغايه ما اس 1 تحس، اول ما اس 1 تحس وقف الموتور ده ووقف ده. تمام. طبعا انا في البرنامج مش مخليه يعد 1000، انا مخليه يعد 3 عشان نشوفها على البروتس. يبقى انا مش مخليه يعد 1000 مشغوله، لا يعد 3 مشغولات بس كده، هو عد ايه؟ مشغول. تعال نجرب المشغوله اللي بعدها. المشغوله اللي بعدها مش محتاجه اضغط ستارت زي ما احنا قلنا لان هو جوه فور. اعمل تشيك لمين؟ للسنسور بتاع مين؟ المشغوله. وفعلا شغل المواتير اهو، هينزل بسرعه، هينزل بسرعه عاليه لغايه ما اس 2 تحس، هينزل بسرعه منخفضه لغايه ما اس 3 تحس، هيبتدي يطلع عكس حركته اهو بسرعه عاليه، والموتور ده مازال شغال، هيطلع بسرعه عاليه لغايه ما اس 1 يحس، وقف كله كده. دي المشغوله رقم 2. المشغوله رقم 3 ادي السنسور حس، اس 2 حست، اس 3 يطلع بسرعه عاليه، اس 1 اول ما يوصل لاس 1 هنا وقف فوق اهو، اس 1 وقف خلاص، البزر ماله؟ اشتغل البزر عندي، اشتغل. طب تعال كده الورك بيس، حس السنسور بتاع المشغول اهو، في اي استجابه؟ مش هتلقى في اي استجابه ولا اي موتور راضي يشتغل. الورك بيس حاسس اهي،
ما فيش اي استجابه ولا موتور هتشتغل. ليه؟ لان البازر شغال وموقف المكنه فوق. طبعا لازم اضغط له على ستوب الاول، اهو كده هو طفى مين؟ البازر. الموتور ده اشتغل ليه؟ لان اس 1 مش حاسس، فالمفروض اس 1 يبقى حاسس كده في الاول. تمام. طبعا هو خلاص كده هيستنى منك الورك بيس، مفيش اي استجابه، لازم تضغط له ستارت في المره الجديده. اضغط له ستارت، بعد كده الورك بيس كده ابتدت المواتير تشتغل من جديد وبيكرر العمليه بتاعته. طبعا انا عملتها 3 زي ما قلنا مش 1000 عشان اقدر اعمل لها تشيك على البوتس، شوف الدايره شغاله ولا لا. اتمنى يكون البرامج بتاعت النهارده فادتكم، تكونوا استفدتوا من الحلقه. ما تنسوش تسمعوا حلقه الاوتوماتيك دور والجراج والليفل كنترول، انا شارحهم بالتفصيل، كمان الفيديوهات الخاصه بال7 سيجمنت. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تتابعونا في باقي الفيديوهات، وتعملوا لايك للفيديو، لان اللايك عباره عن دعم منكم وفي نفس الوقت بمثابه شكر على المجهود اللي بنبذله في الفيديوهات مش اكتر.